يا صباح الفل، وحتى مساء الفل زي منك المسكرة ما بيشوفوا الفيديو. وحشتوني كتير 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 كلكم كده على بعضكم، بحبكم. تعالوا نعملوا مع بعض الأكل. انا معايا ملايين دلوقتي من الفيديوهات اللي بعملها. انا كنت بعمل في الشهر 2000 او 3000 دولار، لدرجة ان طليق رجع لي بعد ما شاف الفيديوهات. ومش بس كده، وكمان بقى هو اللي بيصورني. ده جزء من اعترافات بطلة فيديوهات يوميات انوش اللي كشفت فيها عن مفاجآت مدوية، ازاي بقت مليونيرة وليه بتعمل الفيديوهات دي ومين اللي علمها كده، وتفاصيل واسرار كتير هنعرفها في الفيديو ده. يا جماعه انا مش بعمل الفيديوهات علشاني، ده علشان اعلم الستات الطبخ في البيوت. يعني كان كل هدفي اني اظبط الستات، بس الموضوع فلت من ايدي. اكيد انتوا كده فهمتوا ان انا واقفه غصب عني، واكيد البوتاجاز هيخبط فيا لا اكتر ولا اقل. صدعتكم انا. دي كانت أول اعترافات أنوش وهي بتحاول تبرر اللي عملته بعد القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات غير أخلاقية على قناتها على يوتيوب والسوشيال ميديا. وأنا نيتي ربنا عالم بيها، أنا مش واقفة في الحتة دي عشان لما مؤاخذة مش عارفة أعمل إيه ولا أسوي إيه ولا إغراء إيه. لا، الجمهور ولا المتابعين ولا حتى المشتركين ما بيجوش أي قناة عشان الإغراء، ما الإغراء مالي الدنيا كلها ومالي النت. خلاص أنا اللي مش عارفة إيه وأنا اللي بعمل لهم إغراء عشان أجيبهم. اللي بيخش جرام يخشها خلاص. وبعد الضغط عليها في التحقيق كشفت عن اعترافات تانية خطيرة جدا، وقالت واحد في قناة فضائية هو اللي قال لي ابحبح الدنيا شوية وابين كتف واضحك ضحكة علشان اجيب مشاهدات وعلشان اكسب منها ملايين، وده فعلا اللي حصل. انا جبت من الفيديوهات بتاعتي دي فلوس كتير جدا وبقى معايا ملايين، وكنت بصرف براحتي وجبت شقتين سوبر لوكس مفيش حد يعرف يجيب واحده منهم بس. ولما حبت تستعطف المحققين قالت لهم والله يا جماعه انا ما عملتش كده غير لما بنتي الله يرحمها راحت وراجلي سابني، ارحموني بقى. وقالت كمان انا كنت عايزه اكل عيش بالحلال وما كنتش لاقيه شغل، فقلت اعمل فيديوهات على يوتيوب اعلم الستات ازاي تطبخ، اصل انا شاطره في المطبخ وفي البيت عموما. عارفين في الاول خالص القناه ما كانتش بتجيب فلوس، بس لما قابلت واحد شغال في القصة دي عمل معايا صح وعرفت اجيب فلوس. ما هو قال لي سخني الموضوع في الفيديوهات وانا ما كدبتش خبر وعملت كده. وعلى فكرة بقى اول ما الفلوس لعبت في ايدي طليق رجع لي ورجع تحت رجلي راكع، وهو دلوقتي اللي بيصور الفيديوهات بتاعتي. انا بعمل يجي 1000 دولار في الاسبوع الواحد، ومحدش يقدر يعمل زيي ولا يكسب زي ما انا بكسب فلوس كتير. رصيدي في البنك دلوقتي معدي وبقى معايا ملايين بعد ما كنت مش لاقيه، وجوزي سابني ورماني، لكن بعد ما الفلوس بقت معايا كتير حياتي اتغيرت، علشان كده قررت اكمل في الفيديوهات. انتوا عارفين انا بعد ما الفيديوهات بتاعتي ما اتشهرت وجابت ملايين المشاهدات ما كدبتش خبر، وعملت 4 قنوات تانيين على يوتيوب وفيسبوك جبت منها الشهد كله، وكمان ناس كتير استرزقت من ورايا. ناس كتير اخذت من الفيديوهات بتاعتي صور وفيديوهات ونشرتها عندها وكسبوا منها فلوس كتير. ما تقبضوا عليهم هم كمان، اشمعنى انا يعني؟ على فكره انا مش لوحدي، ده في شركه وناس تانيه معايا هم اللي بقوا مشرفين دلوقتي على الفيديوهات اللي بتنزل والقنوات اللي عليها اسمي، هم بياخدوا نص الفلوس اللي بتيجي وانا باخد النص، والفلوس كانت بسطانه وما فيش اي مشاكل. ما هو لما يطلع 1000 دولار في الاسبوع يبقى زي الفل. دي كانت اعترافات نبويه بطله الفيديوهات غير الاخلاقيه على السوشيال ميديا. انتوا كمان شاركونا برايكم وقولوا لنا ايه الحل لمنع الفيديوهات اللي بالشكل ده.